أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك عمنا سوء وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا مولانا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقض حوائج المحتاجين وأد ديون المدينين ونفس كرب المكروبين بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم إنك يا مولانا تعلم ولا نعلم وتعلم الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا فأنا بما علمتنا زدنا علما وعملا ويقينا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا معينا وظهيرا احفظنا في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى عندك إلى يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين إنك لا تخلف الميعاد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم بحق القرآن وعلى من نزل اشف كل مريض اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل القرآن العظيم في قبورهم مؤنسا وعند الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبينهم وبين النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيعز ويرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالحاء حكمة وبالجيم جمالا ارزقنا بالنون نورا وبالميم موعظة وبالهاء هداية وبالكاف كفاية يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك فترضيه فترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وعدد قطر الأمطار، وعدد حب الرمال، وعدد الحيتان في البحار. صل عليه كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره يا رب الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. We'll be right back.